كما لفت الرئيس السيسي إلى أهمية المشروع القومي للصوامع رغم مشكلة توافر الدولار. وأكد الرئيس السيسي أن زيادة قيمة المنتج المحلي وزيادة الصادرات تمكن الدولة من تجاوز تحدي توفير الدولار. كان عندنا تحدي الدولار وما زال. قلت لهم لازم تعملوا، وأنا بقول الكلام ده ليا وللحكومة ولكل الناس المهتمية في مصر. إذا كنتوا عايزين تتجاوزوا مشكلة الدولار في مصر لازم تخلوا المنتج المحلي ضخم جدا عشان يغطي المطلب بتاع البلد، ولو في فرصة انك انت تصدر بره تصدر. بتكلم في اي حاجة، بتكلم في اي انتاج زراعي صناعي كده.